إذا حصلت على مرحلة البكالوريوس أو الإجازة أو تدرس الآن في آخر سنة من البكالوريوس أو الإجازة وتبحث عن منحة لدراسة الماجستير، فدعني أخبرك أن جامعة كاليبريا في إيطاليا تقدم منحاً ممتازة جداً للطلاب الأجانب. إذا مهتم بالدراسة بإيطاليا فتابع معي فيديو اليوم للنهاية. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة كل يوم منحة، معكم منال بوجنير، واليوم في فيديو جديد. جامعة كاليبريا أحد أفضل الجامعات بإيطاليا، تقدم حوالي 120 منحة دراسية للطلاب الأجانب، ومن أجل التقديم على هذه المنحة والاستفادة منها ما عليك سوى أن تتابع معي الفيديو اليوم للنهاية. أولا نتحدث عن الشروط. أولاً أن تكون طالب دولي، وثانياً أن تلتحق بدرجة الماجستير سواء كنت حالياً تدرس في آخر سنة من البكالوريوس أو أنك حصلت على شهادة البكالوريوس. لا يوجد فيها شرط المعدل أو شرط العمر، أيضاً غير مذكور أنه سوف يكون هناك انترفيو للقبول في هذه المنحة. من بين أيضاً الشروط أنك تدفع رسوم التسجيل والتي تعادل 10 يورو فقط، عكس بعض الجامعات في إيطاليا التي تطلب 30، 40 و50 يورو. ثانياً المميزات. مميزات المنحة عديدة جداً. أولاً أنت تدرس طول مرحلة الماجستير بالمجان بدون أن تدفع أي شيء للجامعة. ثانياً سوف تغطي لك السكن ووجبات الطعام أيضاً. وثالثاً هناك مبلغ قيمته 3600 يورو سوف يتم إعطاؤه للطلاب. وأكيد من بين أهم المميزات أن الدراسة سوف تكون بلغة إنجليزية، وهذا بالنسبة لي عنصر مهم جداً، أنك تدرس في الدول الأوروبية بلغة إنجليزية مما سوف يفتح لك آفاق فيما بعد التخرج لدول عديدة جداً. التخصصات. الآن إذا تناسبك الشروط والمميزات يجب أيضاً أن تحقق الشرط التالي واللي هو التخصص، ولابد أنك تختار الدراسة في أحد التخصصات التالية واللي هي 10 تخصصات فقط. التخصصات تظهر لكم الآن في الشاشة، فوقف الشاشة الآن واطلع على 10 تخصصات واختر منهم تخصص واحد تقدم عليه في جامعة كاليبريا لدرجة الماجستير. طيب الآن أنا مستعد للتقديم على منحة كاليبريا، كيف يمكنني التقديم؟ أولاً ينبغي أن تجهز الوثائق التالية، وثانياً جهز مبلغ 10 يورو، وثالثاً افتح اللابتوب وابدأ بعملية التقديم. الوثائق بسيطة جداً وهي سيرة ذاتية ويفضل تكون على النموذج الأوروبي، جواز السفر، كشف الدرجات، شهادة التخرج أو شهادة إثبات موعد التخرج، وفي وثيقة أيضا نحتاجها وثيقة مهمة هي وثيقة المواد أو الكورسات التي درستها في مرحلة البكالوريوس. هي وثيقة تختلف عن كشف الدرجات. كل ما عليك اذهب إلى شؤون الطلبة في الجامعة التي تدرس بها واخبرهم أني أحتاج إلى وثيقة تثبت المواد كلها التي درستها في مرحلة البكالوريوس. نحتاج أيضا إلى شهادة إثبات اللغة الإنجليزية. إذا درست سابقا بلغة إنجليزية كل ما عليك أن توفر إثبات أنك درست بالإنجليش، أو إذا عندك أي شهادة لغة إنجليزية أخرى يمكن إرفاقها، ويفضل أنها تكون وثائق دولية كالآيلتس أو تويفل، بالإضافة إلى أي وثائق داعمة أخرى لديك، ربما كخطابات توصية، خطاب نية، أي وثائق من شأنها أن تقوي من طلبك أثناء عملية التقديم. الآن ننتقل لشرح طريقة التقديم خطوة بخطوة، لكن لا تنسوا إذا وجدتم أي صعوبة في عملية التقديم أو ربما مراحل التقديم طويلة نوعا ما أو تحتاج مساعدة في إنشاء السيرة الذاتية أو خطاب النية أو خطابات التوصية أو أي من الخطابات المطلوبة في هذه المنحة أو غيرها، تذكر أن فريق كل يوم منحة يقدم خدمات كثيرة جدا ونساعدكم في كل هذه الأشياء. كل ما عليك سوف تجد استمارة في صندوق الوصف، قم بملء هذه الاستمارة وسوف يتواصل معك الفريق ومساعدك في كل شيء تحتاج إليه من الألف إلى الياء. أما إذا كنت تريد التقديم بنفسك فتابع معي الخطوات التالية. من أجل التقديم على جامعة كاليبريا أول شيء تدخل لهذا الموقع. هذا الموقع أكيد سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف من أجل سهولة الوصول إليه. مجرد أنك تدخل سوف تذهب إلى هذه الخانة اللي فيها ثلاث نقاط للمينيو وتضغط على Registration، هي أول شيء. طيب عند بدء عملية Registration سوف تذهب هنا نحو الأسفل وقم بملء هذه المعلومات. هي عبارة عن مجموعة من الخطوات، حوالي 4 خطوات، ولكن كلها معلومات شخصية بسيطة جدا. تمام، أنا ملأتها بشكل كامل ولكن لم يكن فيها أي صعوبة، هي عبارة عن معلومات شخصية مرة أخرى تقوم بإدخالها. طيب هنا في سؤال فقط عن التاكس كود اللي ربما ممكن تكتبه عنه تعليقات. تاكس كود سوف يتم كتابته بشكل أوتوماتيكي بمجرد أن تدخل الاسم بالكامل مع تاريخ الميلاد، وسوف يظهر لك
لك الرقم الضريبي أو الرمز الضريبي في إيطاليا وتقوم بوضعه. بعد ذلك سيكون بعد يعني المراحل الأربعة سوف يطلب منك إدخال باسورد. حاول أن تدخل باسورد على حسب المعايير المطلوبة ليكون مكون من حروف ومن أرقام ومن بعض الرموز، وسوف يصلك إيميل فيه تأكيد للإيميل والباسورد. تمام، بعد قيامك لهذه المراحل التي لن تأخذ أكثر من يعني 5 دقائق بالكثير، سوف تذهب مرة أخرى للصفحة الرئيسية، لكن هذه المرة غير اللغة. أنت ممكن من البداية تكون مغير اللغة أساسا يعني للغة الإنجليزية. بعدها تضغط على لوجين، تقوم بتسجيل الدخول بالبيانات اللي وصلتك على الإيميل والبيانات نفسها اللي سجلت بها قبل قليل. نضغط على دخول، والآن نذهب للمينيو مرة أخرى، عندنا في لغة إنجليزية، نذهب لخانة Registration Office، بعدها Admission Test، أوكي، وبعدها نبدأ عملية التقديم. أنا أوردي اخترت هذا التخصص، لكن يعني أنت أكيد سوف يظهر لك لائحة تخصصات طويلة جدا، لا أدري بصراحة كيف ممكن أني إذا كنا نغير أوكي ممكن نغير وأبدأ معكم من البداية. طيب، أول شيء نختار الماسترز ديجري، بعدها ننتقل للصفحة الموالية. هنا يظهر لك الكورسات، الكورسات أكثر من 10 كورسات، صح؟ أنا بلغتكم أنه 10 كورسات فقط. طيب، هنا في ميكس ما بين كورسات يتم تدريسها بالإنجليش وكورسات بالإيطالي. أكيد اللي يهمنا هو كورسات باللغة الإنجليزية اللي سوف ينتهي لها الديدلاين يوم 10 أبريل. فعندنا مثلا هذا الكورس اللي هو الخاص بالكيمستري، نختار هذا الكورس، بعدها نضغط على التالي أو الصفحة الموالية. نضغط على forward، أكيد الجواب هنا no، وبعدها نضغط على confirm and continue، نضغط على الموالي، وهنا تقوم بإدخال بيانات الخاصة بالثانوية العامة من خلال إضافة هذه المعلومات خاصة بالاسم، تاريخ التخرج، المعدل والبلد، وأيضا إدخال بيانات الخاصة بالبكالوريوس. طيب، هنا بالنسبة للalternative qualifications لا ندخل لا الأولى ولا الثانية، إحنا اللي عندنا هو foreign degree اللي هي درجة أكاديمية أجنبية وتقوم بإدخالها، سواء إن كنت حصلت عليها فهي obtained، إذا لم تحصل عليها فهي not yet obtained، أوكي؟ وإذا لم تحصل عليها بعد فأنت غير مطلب بإدخال تاريخ التخرج، يمكن تركه فارغا. تمام، طيب، بعد إدخال هذه البيانات الخاصة بالخلفية الأكاديمية تضغط على الصفحة الموالية اللي فيها مجموعة من المعلومات عن الوثائق. مطلوب منك إرفاق هذه الوثائق اللي هي جواز السفر، CV، شهادة البكالوريوس أو شهادة تثبت موعد تخرج البكالوريوس، ترانسكريبت اللي هي كشف الدرجات، أيضا شهادة تثبت المواد أو الكورسات اللي حصلت عليها، شهادة اللغة الإنجليزية أو لغة إيطالية. تمام، وأي وثائق أخرى داعمة للأبليكيشن. طيب، أنا أوردي كنت حولت إرفاق مجموعة من الوثائق بحيث أني أشوف كيف يظهر إرفاق يعني الأبليكيشن بعد إرفاق الوثائق. بكل سهولة أنك سوف عندك هذه الجملة، تضغط على يس أني أريد إرفاق وثائق أخرى، تضغط على طيب شوف مثلا الوثيقة اللي سوف ترفق، هو أكيد يظهر لك اللائحة كلها، ولكن أنا لأني أرفقت أوردي بعضا من الوثائق. مثلا اخترنا السي في، هنا مثلا كواليفيكيشن سي في، ديسكريبشن إذا تريد وضع أي شيء، وهنا المفروض أنك عندما تضغط على فايل سيلكشن، صراحة يعني عندي مشكلة في اللابتوب اليوم لا تعمل هذه الخانة، فيمكن أنه تقوم يعني تضغط عليه ويظهر لك الفايلات اللي ممكن إرفاقها. أنا الإشارة فقط أن الأبليكيشن ملأته تقريبا من يومين، لكن للأسف لم أشارك معكم الفيديو، فلذلك اليوم اللي هو صورت فيه من الشاشة. المهم، بعد ما ننتهي من ملء كل الوثائق عندنا هذه الجملة مرة أخرى، هذه المرة لن يكون الجواب يس، سوف يكون الجواب بنو، أنه لا يوجد هناك المزيد من الوثائق لإرفاقها. بعد ذلك فورورد، هنا تذكير بالوثائق كلها التي قمت بإرفاقها. ننتقل مرة أخرى، هنا في سيرفي اللي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة الشخصية اللي هي عن جواز السفر، تاريخ انتهاء جواز السفر يعني، وفيها أسئلة أخرى فيما بعد ممكن سوف يتم طرحها، لكن كلها أسئلة عن سيرفيلي هو تقييمك للأبليكيشن، وفي النهاية سوف يطلب منك دفع 10 يورو. هذه طريقة تكون قدمت بنجاح على جامعة كاليبريا. الآن بعد اطلاعنا على طريقة التقديم، خلوني أخبركم بأهم الملاحظات حول هذه المنحة. التقديم على جامعة كاليبريا مسموح لك بكورس واحد فقط، عكس جامعة بادوفا أو باقي الجامعات الإيطالية التي تسمح لك باختيار إلى 3 تخصصات في أبليكيشن واحد. جامعة كاليبريا تختار تخصص واحد فقط. ثانياً، يمكنك التقديم حتى إذا كنت الآن في آخر سنة من البكالوريوس أو الإجازة وسوف تتخرج في شهر يونيو أو يوليو القادم،
وثالثا إذا عندك أي استفسارات أو أسئلة ربما لم أجب عنها في الفيديو ولم تجدها في الموقع الرسمي الخاص بالمنحة، فكل ما عليك سوى أن تتواصل معهم عن طريق هذا الإيميل مستفسر عن كل شيء، وسوف يقومون بالإجابة على كل استفساراتك. كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. لا تنسوا خدمتنا، سوف تجدون جميع الروابط في صندوق الوصف في انتظاركم للتواصل معنا. أتمنى لكم التوفيق يا رب. رمضان مبارك سعيد، ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سأنهي الفيديو قبل أن أخبركم أن آخر موعد للتقديم هو 10 أبريل 2024، متبقي 20 يوم، فاستعدوا للتقديم على أحد أفضل المنح الدراسية للدراسة في إيطاليا. بالتوفيق.